القادرة الأميرة بديعة الحسني الجزائري في زيارة قادت تلفزيون النهار إلى بيتها بالعاصمة السورية دمشق عن حجم الحب الكبير الذي تكنه للجزائر ودعمها المطلق لسوريا في محنته التي يمر بها هذه السنوات، معربة عن أملها في أن ينتهي هذا الكابوس قريبا، مشبه للجيش العربي السوري بالجيش الجزائري الذي يدافع عن أرضه ويحميها. مفدنا إلى الجمهورية العربية السورية توفيق الأمير ضيف الله بعث لنا بالتالي. يا أحرار بلادي، حكومة وشعبا وللرئيس، رئيسنا رئيس جمهوريتنا وللشعب الجزائري، أنا سوريا بخير الحمد لله، ودمشق بخير الحمد لله، ودمشق والجزائر قلب الحروب على النفط. الجيش العربي السوري هو جزء من الجيش العربي أيضا الجزائري، صاحب مليون ونص شهيد. الناس يقولوا مليون، لا هو مليون ونصف شهيد حتى أخذت استقلال الجزائر، والآن 8 سنوات والأبطال هم في الجبهات يقاتلون دفاعا عن الدين الإسلامي، دفاعا عن سوريا، دفاعا عن الكرامة، عن السيادة.